Sì, penso, io leggo le parole che ha detto Mancini, che نعم، Mancini سأقول لكم ما قاله مانشيني بشأن اتخاذه قرار تدريب المنتخب السعودي وترك منتخب إيطاليا وهو الاحتراف خارج إيطاليا. أحزنني كثيرا رحيل مانشيني، وكانت معاناة لي قبل الجماهير. شكرا روبرتو مانشيني على كل ما قدمته لإيطاليا، فقد استطاعت إيطاليا تحت قيادتك أن تكون منتخبا قويا، وأيضا قد دفع بالكثير من الشباب، وهذه خطوة إيجابية تحسب له، وأتمنى لك المزيد من النجاح مع المنتخب السعودي، وأرى أن تأثير السعودية على النحو الاقتصادي كان سببا رئيسيا في قرار مانشيني. Sicuramente il centravanti del Manchester United, Manchester City, Haaland. من وجهة نظري كأفضل لاعب في العالم هو فتى مانشستر سيتي هالاند، هو واحد من المرشحين بقوة للفوز بها، وأظن أن ترشيح المدربين الآن قائم على من يحرز أهدافا أكثر من المهاجمين كما نرى، ومن المحتمل أيضا ميسي ورونالدو من الكبار. أما بالنسبة للاعب بيلينغهام فهو بالتأكيد مرشح أيضا، وهو لاعب سنه صغيرة ودوره عظيم جدا، لكن هالاند تألق بقوة في آخر موسمين له، مما جعلنا نراه الأنسب للفوز بها، فهو أقوى بالنسبة لي. في الحقيقة هذا سؤال من الصعب جدا إعطاء إجابة مباشرة له أو إيجاد سبب له، لكن أقول إن صلاح أثبت أنه لاعب كبير منذ أن كان في روما، وأيضا أكمل مسيرته الكبيرة في الدوري الإنجليزي. ويمكن القول إن الدوري المصري مليء باللاعبين الكبار، ويمكن أن نرى منهم قريبا في الدوري الإيطالي. كان شيئا رائعا وغريبا في نفس الوقت أن نرى ثلاث فرق إيطالية في النهائيات، لكن أحزنني جدا أننا لم نرى أي منهم حاملا للقب. لكن على أي حال كل الدعم للعقليات التي قادت الفرق للوصول إلى النهائي، وأقول إنه من الصعب أن تصعد كل هذه الفرق مرة ثانية هذا الموسم، ولكن نأمل أن يصعد فريق واحد ويفوز. بالنسبة لإيطاليا فهي لها تاريخ كروي مهم جدا، وأعتقد أنها ستعود لتتصدر المشهد من جديد بعد غياب مرتين على التوالي. وأود أن أقول إن سباليتي له عقلية فذة ويفكر بشكل جيد، وأنا متأكد أنه سيقود إيطاليا إلى المسار الصحيح. أما بالنسبة للمدربين فهم لا يضعون أنفسهم مكان سباليتي، لكن هو بعقليته جدير أن يقود إيطاليا إلى المونديال، وأتمنى أن تدفع إيطاليا بالشباب الصاعد، فهناك بعض الناشئين الذين رأيتهم أقوياء وقادرون على المواجهة وعلى إنصاف الأزوري، وكل الدعم لسباليتي.